ولمزيد من التحليل حول هذا الانفجار وما يجري في العاصمة المؤقتة عدن ينضم معنا السيد فتحي بالأزرق الصحفي المعروف. نرحب بك سيد فتحي معنا في أخبار المنتصف. فوضى خلاقة تشهدها الآن العاصمة المؤقتة عدن، بداية كيف تقرأ توقيت هذا التفجير ودلالته؟ هل هناك من رسائل؟ لا أدري إن كنت سمعت حديث السيد الحسني قبل قليل، تحدث أن هذا المربع يتحكم به عيدروس الزبادي، فبالتالي كيف دخلت هذه المفخخة إلى هذه المنطقة؟ مساء الخير. من الصعب لأوانه الحديث عن أي جهة متورطة في الحادثة. المشهد السياسي في عدن للأسف الشديد معقد منذ ربما 5 سنوات أو 6 سنوات منذ انتهاء الحرب في عدن. هناك أطراف سياسية وعسكرية وأمنية وجماعات مسلحة، وهناك مخابرات دولية، وهناك أطراف متصارعة بشكل مريض داخل عدن، وبالتالي لا يمكن حتى اللحظة إلا بإعلان رسمي من قبل الجهة المنفذة أنها متورطة في الحادث. لكن دون ذلك أنا شخصيا أراه من الصعب، لأن كل الأطراف تلعب داخل محافظة عدن ابتداء من الحوثي إلى صراعات التحالف الشرعية الاعتقالي. الجماعات المسلحة التي تشكلت خلال سنوات ما بعد الحرب هي أيضا فاعلة ولديها قوى مسلحة ولديها قوى نفوذ، وبالتالي أنا شخصيا استبعد انه يمكن تحميل طرف معين انه يقف خلف هذه العمليه، لكن لننتظر لعل طرف من الاطراف يعلن مسؤوليته عن الحادث. الحادث وقع كما تحدث سيد فتحي، الكثير والعديد من الاطراف ربما تلعب الان في العاصمه المؤقته عدن، وهناك فوضى يعني كما تحدثت سياسيه او حتى يعني امنيه في المحافظه، ولكن من المستفيد من خلال هذا التفجير؟ يعني هناك من يقول الحوثي بطبيعه الحال هو المستفيد الاول من هذا التفجير وهو من يعني قام به. أنا شخصيا أستبعد أن تكون جماعة الحوثي خلف هذه الحادثة. جماعة الحوثي ليس لها مصلحة في استهداف محافظة عدن، وأعتقد أن ربما هو هذا الاستهداف يدخل في ضمن الصراعات الداخلة في إطار القوى التي تتصارع داخل المحافظات المحررة. أكثر من مرة تم الحديث أن الحوثي هو نفذ أكثر من عملية، لكن للحقيقة هناك غموض فيما يخص هذه العمليات. انا شخصيا استبعد ان تكون جماعه الحوثي خلف هذه العمليه، خصوصا ما حدثت في مربع امني شديد الحراسه وشديد التامين، وبالتالي كان هو يضع علامه سؤال كثيره كيف دخلت هذه المصفحه او هذه المفخخه ومرت باكثر من حوالي 21 نقطه وصولا الى حي التوعي. لكن هذا لا يعني ان طرف من الاطراف هو الذي نفذ العمليه او هو المتورط فيها. هناك ايضا اطراف قادر على تجاوز النقاط الامنيه، قادر على العمل داخل الاحياء الشعبيه. شاهدنا ما حدث في كريتر خلال الفتره الماضيه خصوصا قبل اسبوع، وبالتالي كل هذه الاعمال للاسف الشديد تزيد المشهد تعقيدا وضبابيه، وبالتالي لا نستطيع ان نقول ان طرف من الاطراف هو الذي قام بالعمليه. نحن لا زلنا بانتظار بيان السلطه المحليه او بيان اللجنه الامنيه الذي ربما يوضح ملابسات الحادثه وربما يتضمن اشارات واضحه اذا ما تم التوصل اليها حول الجهه المنفذه. عموما حتى اللحظه هل بدات التحقيقات؟ طيب ما طبيعه الان التحركات؟ ذكرنا في الخبر انه تم تطويق المنطقه حاليا من قبل ميليشيا الانتقاليه، هل بدات التحقيقات الان؟ هل هناك ربما يعني وجود ايضا للسلطه المحليه ربما والحكومه الشرعيه جراء هذا الانفجار الذي بطبيعه الحال استهدف يعني مسؤولين في الحكومه الشرعيه بطبيعه الحال؟ سيد فتحي، التحقيقات لم يتم الاعلان عن نتائجها حتى اللحظه، او حتى لم يتم الاعلان ان هناك اصلا تحقيقات. هناك ربما عشرات الحوادث التي مرت خلال السنوات الماضيه في عدن وفي محافظات اخرى يتم الاعلان ان هناك لجنه تحقيق، لكن للاسف الشديد بعد يوم او يومين او ربما شهر حتى لا تظهر اي نتائج تحقيقات. هل باعتقادك ستمر هذه الحادثه مرور الكرام كما تحدث سيد فيصل يعني سيد فتحي ربما كالحوادث السابقه، هل ستمر مرور الكرام ام سيكون هناك ربما تحرك الان وموقف جاد من قبل الحكومه الشرعيه الذي بطبيعه الحال استهدف المحافظ ويعني الكثير من القيادات حاليا تم استهدافها، وكان سوف تكون هناك مجزره ان يعني قتل المحافظ ومن معه من المسؤولين؟ الحكومة الشرعية غير حاضرة لا بإجهزتها التنفيذية ولا بإجهزتها الأمنية، وبالتالي من الصعب القول أن ربما الحكومة الشرعية تقوم بأي تحرك، لأن أساسا
غير موجوده في عدن. حتى الحكومه حينما عادت كانت هناك قوات امنيه تابعه للمجلس الانتقالي هي التي حرست تحرك الحكومه خلال الفتره الماضيه. اذا نحن امام جهه غير حاضره على المشهد السياسي في عدن او حتى الامني او حتى العسكري، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تتحدث الحكومه عن عقلا ومنطقا. المنطق يقول هكذا ان الحكومه لا يستطيع ان تتحدث عن وقائع ارض هي لا تملكها. الحديث هو للمجلس الانتقالي للقوات الامنيه والعسكريه، ونحن لا زلنا بانتظار حاله من التوضيح لهذا الحادث. لكن اي بيانات ستصدر هنا وهناك خلال الساعات الاولى لاي تفجير، انا اعتقد انها لا تخلو من المكايده السياسيه وتوجيه اتهام في ظل ساعات من حدوث اي جريمه. للاسف الشديد سيكون فاقد المصداقيه. قبل ان اختم معك سيد فتحي، هل سيكون هناك دور الان للتحالف العربي لانقاذ العاصمه المؤقته عدن جراء يعني هذا السقوط وما تعانيه العاصمه من تفجيرات ووضع امني متدهور وايضا اوضاع معيشيه لا تطاق في العاصمه المؤقته عدن؟ هل سنشهد تحرك؟ المؤسف في عدن انه منذ حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات ظلت مسرحا للتفجيرات والصراعات المسلحه والاغتيالات، وبينما كان يفترض ان تكون هذه المحافظه امنه ومستقره، لكن للاسف الشديد كانت المسرح الاكبر للفوضى. ما حدث في عدن اليوم، ما حدث في عدن قبل امس وخلال الاشهر الماضيه والسنوات، نعم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الدوله، نحن اننا بحاجه الى الدوله، بحاجه لمؤسسات الدوله، بحاجه لتوحيد القوى الامنيه، بحاجه لانهاء حاله الصراع القائمه بين المجلس الانتقالي والشرعيه، بحاجه ان تسود مؤسسات حقيقيه للدوله تضبط الامن وتنهي سيطره الميليشيات وتنهي الحضور المسلح لكافه القوى المسلحه. دون الدوله للاسف الشديد سنعود وسنتحدث عبر قناتكم خلال الشهر القادم او ربما خلال السنه القادمه عن نفس الاحداث وعن نفس الافعال، وسندور في حلقه مفرقه. الدوله هي الحل ولا سوى الدوله. سيد فتحي بلزرق الصحفي المعروف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.